بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية. في الفقرة إن شاء الله سيتاسون سيلابر. سيتاسون سيلابر مقتطفات مشهورة، واحد العبارة تكون معبرة تتداول بين الناس، بعض الأمثال وبعض الأقوال المأثورة أو كما عندنا هنا أنها مشهورة. نأخذ هذا المثال: quand on parle du loup on en voit la queue. quand on parle du loup on en voit la queue. عندما نتكلم عن الذئب نرى منه الذنب. عندنا الفيرب فواغ اون انفوا، نرى منه لا كو الذنب. كونت اون بارل دو لو، عندما نتكلم عن الذئب اون انفوا لا كو، يعني اننا نرى منه الذنب، تنشوف ديلو. سوتيليز يعني انه يستعمل المثل. كونت اوني اون تخا دو بارلي دون بيرسون، عندما نكون في الحديث عن شخص. كونت اوني اون تخا، عندما نكون دو بارلي دون بيرسون، في الكلام عن شخص. عندما نكون مستمرين في الكلام عن شخص، تنكونون تحدثوا على واحد الشخص. اكلا باغي الوغ، شويه تيبان انا وياك تنتكلموا على فلان، شويه داك فلان عاد تظهر لينا. شنو تنقولوا حنا؟ عندنا حنا واحد المثال مغربي تيقول اذكر الكلب وجبد العصا، يعني اذكر الكلب وغيبان لك، تكون مجد العصا. هنا تقال بطريقه اخرى نفس المعنى. شنو نقصوا يا اذكر الكلب وجد العصا؟ تكون تتكلم مع شي واحد وتيبان لك، ولكن هي شيئا ما في واحد الصيغه قدحيه، يعني كانك تشبه الشخص بالكلب. فهمتي كيف ما كان الحال؟ هو مثال، هو يقال مزاحا، يقال مزاحا. سوتيليز كونتوني اونتخا دو باري دون بيرسون. سوتيليز انه يستعمل، عندنا لو فيرب سوتيليزي يعني استعمل، ماشي لو فيرب يوتيليزي يعني انك تستعمل شيئا اخر. إذن سوتيليز كونت اوني اون تخا دو بارلي دون بيرسون. كونت اوني اون تخا دو بارلي دون بيرسون اكال اكال، ثم انه هو اباري الوغ، يظهر حينئذ، يظهر حينئذ. عندنا لو فيرب اباريتر، اباريتر هو ظهر او بدا. إذن ملي تنكونو نتكلمو على واحد الشخص فجأة تظهر. إذن اش نقولو؟ إذن انا تنتكلم معاك مثلا، شو اش غنقولك؟ غنقولك انا مثلا تو سي كو جين أأشتي إن نوفيل فواتور، تو سي كو جين أأشتي إن نوفيل فواتور، هل عرفت؟ واش نتا عارف؟ عندنا لو فيرب سافواغ، تو سي أنت تعرف. كو جين بأن جين أأشتي إن نوفيل فواتور، بأنه اشترى سيارة جديدة. ثم نقول لك تيه لو فوالا، تيه كأنني أقول لك خذ. هما تيقولو هكا، فهمتي؟ هما يقولون هكذا تيه، ما معنى هذا؟ ها هو، ها هو، هذيك هما تيقولوا تيه، فهمتي؟ تيه لو فوالا، بحال تيقولوا ها هو، هين ها هو. أنا أتكلم لك عن جين بأنه اشترى سيارة جديدة، وإذا به يظهر. إذا فأقول لك ماذا؟ ها هو، تيه لو فوالا، ها هو. ثم أكمل الكلام فأقول، أو يتكلم الشخص الذي أتكلم معه فيقول: كونت أون باغل دي لو، أون أون فوالا كو. عندما نتكلم عن الذئب نرى منه الذنب، الحمد لله. يعني هما تيقولوا هذا المثال، انا وياك تنتكلم على الشخص اللي اشترى السياره، فاذا بيظهر اقول لك ها هو، ثم انا اكمل الكلام، او يتكلم الشخص الذي كنت اخاطبه فيقول كونت اون بارل دو لو اون فوا لا كو. عندما نتكلم عن الذئب يبدو منه الذنب، نرى منه الذنب، تنشوفوا الديل ديالو. ثم في المثال الموالي: il n'y a pas de petite économie. il n'y a pas de petite économie. ليس هناك اقتصاديات صغيرة. ليس هناك اقتصادات صغيرة. il n'y a pas de petite économie. ما كاينش اقتصاد نقولوا هذا صغير. بمعنى آخر، ما كاينش شي حاجة تتساوي قليلة. شي حاجة تحتقر تقول بأن قيمتها قليلة. إذا toutes les économies qu'on peut faire, même minimes, formeront au final une somme importante ou du moins nécessaire à ce dont on a besoin. إذا ما معنى هذا؟ toutes les économies، كل الاقتصادات، ما معنى هذا؟ بما فيه مثلا إشعال الضوء، إلا شعلت الضوء، هذاك الضوء واش عنده قيمة ولا لا؟ تتخلصوا. ممكن أنك تشعل البولة مثلا، ممكن أنك تشعل المصباح مثلا خمس دقائق، تتركه مثلا مشتعلا رغم أنك لا تحتاجه، وتقول هذا هين، ليس هناك مشكلة. هنا يقال لك
il n'y a pas de petite économie. إذن toutes les économies, كل اقتصادات بما فيها إشعال المصباح لبضع ثواني أو بضع دقائق. إذن toutes les économies, كل اقتصادات qu'on peut faire, التي يمكن أن نقوم بها, التي يمكن أن نفعلها, même minime, رغم أنها صغيرة, رغم أنها صغيرة, فهمتي؟ رغم أنها قليلة. Formeront. ما معنى formeront؟ C'est le verbe former. Former. J'ai formé. يعني شكل. إذن formeront أنها تشكل. إذن هذه الاقتصادات التي يمكن أن نقوم بها رغم أنها قليلة formeront أنها تكون au final أنها تشكل في النهاية une somme importante. تشكل ماذا؟ تشكل une somme importante. تشكل مبلغا مهما. تشكل مبلغا مهما. الحمد لله. ديك الدرهم, ديك جوج دراهم, داك الضوء اللي تتشعلو مثلا, داك المال اللي تتبذر رغم انه قليل الى اخره, هذا عنده قيمة. في النهاية ملي تتجمعو تتولي عنده قيمة اكبر, تتولي عنده قيمة اكبر وتولي شكل مبلغ اكبر. الحمد لله. اذا نتكلم على الصوم, اون صوم امبورطونت, اذا اتكلم عن جمع مهم او بمعنى اخر مبلغ مهم. او دي مواه او على الاقل. او دي مواه نيسيسير انه ضروري. حتى لما كانش تشكل واحد المبلغ او واحد القدر كبير فهو على الاقل ضروري. غيكون واحد النهار ضروري غتحتاجو وربما ما تلقاش وانت ضيعتي. او دي مواه نيسيسير اسو دونت اون بزوان, او على الاقل انه ضروري اسو للذي دونت اون بزوان, للذي نحن نحتاجه, للذي نحن عندنا حاجه له. اذا حنا غنكونوا محتاجين لواحد المساله. انا محتاجه باغي نشرب, او محتاج مثلا داك الماء باغي نغسل به, او محتاج داك الماء لواحد الغرض مهم. اذا انا ضيعته رغم انه قليل, ربما يقدر يكون غير كاس ديال الماء ولكن عنده قيمه. الحمد لله. بعض اللحظات تكون عنده قيمه. اذا سوتيليز, اذا سوتيليز علم تنتكلمو انه يستعمل. سوتيليز تنتكلمو على المثل. Il n'y a pas de petite économie. ليس هناك اقتصادات صغيرة. S'utilise même, أنه يستعمل أيضا, يستعمل كذلك أكثر من هذا. Si on n'a pas un besoin d'économiser, mais simplement pour rappeler qu'il ne faut pas gaspiller. هذا المثل تستعمل أيضا, ليس بالضرورة أننا نحث على الاقتصاد, مش بالضرورة أننا نحث الناس بغرض الاقتصاد. ممكن انني اقول هذا المثال لغرض اخر, اللي هو فقط ما خاصناش نبدرو, فقط لمحاربه التبذير. الحمد لله. لانتقاد التبذير, هذا هو المقصود بهذا المثال. هذا المثال ممكن انه يقال من اجل الحث على الاقتصاد لربح الاشياء التي نضيعها, وممكن انه يقال فقط من باب انتقاد التبذير. سيوتيليز مام, انه يستعمل ايضا, مام سي اون نا با بزوان ديكونوميزي, حتى لو اننا لم نكن في حاجه لنقتصده. مثلا انا ماشي مشكله عندي الا بقيت تبدر داك الماء, بالنسبه لي انا ما غيضرنيش الحمد لله. اذا ممكن ان هذا المثل يقال لي فقط من باب الا اضيع هذه الاشياء حتى وان لم يكن لها تاثير علي. اذا سيوتيليز مام سي اون نا با بزوان ديكونوميزي, انا يستعمل حتى لو اننا لم نكن في حاجه لنقتصده. مي ولكن سامبلومون فقط ببساطه بور ابلي لكي نذكر كيل نو فو با غاسبي بانه لا يتوجب التبذير كما نقول. المقصود بانه لا يجب التبذير. يقول لك شخص مثلا ايتان لا لوميير كونتيني با دون لا بيس, ايتان لا لوميير كونتيني با دون لا بيس, اطفئ الضوء. ايتان هذا لو فيرب ايتاندا, لو فيرب ايتاندا يعني انك تطفئ شيئا, مثلا تطفئ الضوء. ايتان لا لوميير كونتيني با دون لا بيس, عندما انت لا تكون في الحجره, عندما لا تكون في الحجره. اذا اطفئ الضوء عندما لا تكون انت في الحجره. ايتان لا لوميير كونتيني با دون لا بيس, عندما لا تكون في الحجره. يقول لك شخص مي سا نو كونسون با غران شوز, ولكن هذا لا
يستهلك شيئا كبيرا. أنت تقول لي بأن أطفئ الأضواء عندما لا أكون في الحجرة، أنا لا أتركه كثيرا، وبالتالي هذا الضوء لن يستهلك كثيرا. ما سنكونسوم با غون شوز. إذا عندنا الفيرب كونسومي، كونسومي يستهلك، ومن لا كونسوماسيون، لا كونسوماسيون الاستهلاك، من الاستهلاك الأشخاص في الأكل إلى آخره والمشروبات إلى آخره، هذه تدخل في لا كونسوماسيون. عندي ما سنكونسوم با غون شوز. إذا حتى الضوء، حتى المياه التي نضيعها مثلا، إذا هذه تستهلك. إذا ما سنكونسوم با غون شوز، ولكن هذا لا يستهلك كثيرا. إذا فيقول له الشخص il n'y a pas de petite économie. ليس هناك اقتصادات صغيرة، يعني كل شيء يحسب بمعنى آخر. فهمتي؟ إذا يقول له هذا المثال il n'y a pas de petite économie. إذا الشخص عندما يقول لك وهذه ما فيهاش بزاف، إذا شغا تقول له il n'y a pas de petite économie، تتعطيها لك أنها حجة، ما كانش اقتصاد صغير. كل شيء يحسب، il n'y a pas de petite économie. ثم مع المثال الثالث، les conseillers ne sont pas les payeurs. هنا تنتكلم على الفيرب كونسيي، كونسيي كما نقول انك تعطي نصيحه، الى هنا الناصحون، الناس اللي تنصحوا، ne sont pas les payeurs، ليسوا المؤدون. باي المقصود بانك تؤدي الثمن، عندي باي المقصود بانك تؤدي الثمن، باي تتخلص. اذا لي بايور كما نقول الناس اللي تخلصوا، لي بايور. اذا ما معنى هذا المثال؟ غنشوفوا مع هذا الشرح هذا. Il ne faut pas toujours écouter les personnes qui vous donnent des conseils car ils ne prennent aucun risque. Il ne faut pas toujours écouter les personnes qui vous donnent des conseils car ils ne prennent aucun risque. إذن لا يجب، سمعنا، لا يجب دائما الاستماع للأشخاص الذين يعطونكم أو يعطونك دي conseils، يعطونك نصائح. تيجوا بعض الناس يعطوك نصائح، إذن ماشي ديما بالضرورة تسمع لهم. كاين النصائح اللي تتسمع لها في بعض الحالات تتاخد الاراء ديال الناس اللي عندهم فكر وعندهم اطلاع، بعد ما تعرفهم بانهم غيفيدوك، ولكن في الاخر خاصك انت تفكر في الموضوع بجديه، الموضوع اللي تهمك، لانه تهمك انت. هنا il ne faut pas toujours écouter les personnes qui vous donnent des conseils، لا يجب دائما الاستماع للاشخاص qui vous donnent des conseils، الذين يعطونك النصائح. Car, لماذا؟ لأنه ils ne prennent aucun risque. لأنهم لا يأخذون أي مجازفة. واحد يقول لك خاصك دير هذا العمل، وهذاك العمل فيه خطورة، فهمت ولا؟ تقول لك لا، خاصك تبين على العزيمة ديالك وخاصك تقوم بهذا الأمر هذا. العزيمة ممكن أنه ينصح بها في واحد المجال، ولكن ماشي في واحد المجال اللي فيه خطورة، فهمت ولا؟ إذا داك السيد اللي نصحك، واش هو اللي غياخذ الخطورة؟ واش هو اللي غياخذ العواقب؟ لا، ماشي هو. اذا انت اللي غتاخذ العواقب. اذا لا كان بان لك بان هذا الامر خطير عليك، اذا ظهر لك بان الامر المنصوح به فيه خطر، فعليك ان تبتعد منه والا تاخذ بالنصائح، فهمت ولا؟ اذا هنا انه فو با توجور ايكوتي لي بيرسون كي فو دون دي كونساي، هنا المقصود لا يجب دائما، في بعض الحالات يجب، في بعض الحالات يجب، ولكن في الغالب لا يجب. Écoutez les personnes, استماع للأشخاص qui vous donnent des conseils, الذين يعطونكم نصائح. Car ils ne prennent. هنا آل على من تتعود هنا؟ آل. شو على من تتعود؟ نصائح. Car آل. لأنهم هم. شكون؟ Personnes. Les personnes. تترجع للي personnes. تترجع للأشخاص. لأنهم هم ne prennent aucun risque. لا يأخذون أي خطر. إذن طبعا أكيد هو بعيد من ذاك الخطر. طبعا هو بعيد عليه، هو عنده عادي ينصحك بهذا الامر، كان خصو يدير باش ما يتعاقبش. لا، الانسان اللي غينصحك راه تيكون صادق بعض المرات، تيكون صادق بعض المرات، ولكن بما انه هو لا يحس بالخطر تجيه هو عادي ينصحك بهذاك الامر، ولكن انت اللي في الحقيقه غتادي الثمن. اذا انت اللي خاصك تفكر في الموضوع بجديه. هذا المقصود هنا. شو جبل لك هنا؟ سول فقط، سولوي كي برون اون ديسيزيون، فقط الشخص الذي سيأخذ القرار. تنتكلموا على ديسيزيون، تجي من فعل ديسيدي، فعل قرارة. إذن فقط الشخص الذي يأخذ القرار أون سيبيغا لي كونسيكونس، يأخذ نتائجه. هنا
سيبيغ المقصود بانه تيتلقى تيتلقى تينزل عليه داك الشيء تتنزل عليه شي حاجه اش تنزل عليه تتنزل عليه النتائج ديال داك القرار اللي خدا الحمد لله انت خديتي قرار بواحد البساطه في الاخر تنزل عليك الاثقال ديالو غتبقى تعاني مع الاثقال ديالو تبع وحدك اللي غتاخذ هاد الاثقال داك السيد اللي نصحك ما غايجيش يحمل معاك او يجي يعطيك نصيحه اخرى باش تخرج منها هذا علاش الانسان ملي نصحك شي واحد ديك النصيحه تتفكر فيها وتتاخذ رايك تتاخذ الراي ديالك انت غنشوف واحد المثال هنا جوفور غير شونجي دو طرافاي واحد تيقول انا باغي نبدل العمل بغي نبدل الخدمه ديالي جوفور غير شونجي دو طرافاي بلوزيور دو ميزامي مون دي كو سيتي اون بون ايدي اذا واحد تيتكلم معاك تيقول لك انا باغي نبدل العمل بلوزيور الكثير دو ميزامي الكثير من اصدقائي بزاف من صحابي موندي انهم قالوا لي موندي انهم قالوا لي كو سيتي اون بون ايدي بانها فكره جميله كو سيتي اون بون ايدي بانها فكره جميله كار جو سوي مال بي كار جو سوي مال بي لانني انا تنتخلص بشكل سيء عندي لانني كما نقول هنا يؤدى لي بشكل سيء المقصود بانني لا اخذ ما استحقه من راتب انا اعمل كثيرا لكن راتبي قليل إذن أنا أريد تغيير هذا العمل والكثير من أصدقائي أعجبتهم الفكرة إذن عندنا هنا je voudrais changer de travail je voudrais changer de travail plusieurs de mes amis m'ont dit que c'est une bonne idée car je suis mal payé لأنني أنا كما نقول تنتخلص بشكل سيء إذن أقول لو أنا réfléchis bien فكر مزيان فكر جيدا réfléchis bien tu habites près de ton travail tu habites près de ton travail tu habites près de ton travail انت تسكن قريب من عملك اذا هذه مزيان ولا لا انت ساكن قريب العمل ديالك مزيانه واخا انك تتخلص قليل ولكن من جهه اخرى خاصك تقارن المحاسن مع المساوئ تتقارن المحاسن والمساوئ حاجه زوينه مع حاجه خايبه وغتشوف النتيجه في الاخر شنو اللي كثر انا هنا تنتكلم معاه وتنبين له الجوانب اللي خفات عليه Tu habites près de ton travail. Anta tesqon qarib min amalik. Tes collègues sont sympathiques. Tes collègues sont sympathiques. Rufaqa'uk, asdiqa'uk, sympathiques. Annahum nas drayfin. Nas li tat'amal ma'ahum drayfin. Hadi haja okhra. Tihtarmouk w tiqadrouk. Idha mziyana. Thumma aqul law elo travail te plaît. Thumma anna al'amal yu'jibuk. Haqiqatan annaka la ta'khud ratiban kabiran, lakin al'amal يعجبك انه مريح لك فهمتي اذا ثم اقول له prends ta décision tout seul خذ قرارك لوحدك فكر لوحدك لا تسمع للاخرين فكر لنفسك ثم اقول له المثل les conseillers ne sont pas les payeurs les conseillers ne sont pas les payeurs كما لو اقول له الناصحون ليسوا هم المؤدون الناصحون ليسوا هم المؤدون الناس اللي تينصحوك ما غيأدوش الثمن اللي غتأدي انت الا بدلتي العمل ممكن انك تعاني وتؤدي الثمن شنو هو الثمن اللي غتأدي هنا هو المعاناة الثمن هنا هو المعاناة اذن الناصحون لن يؤدوا ثمن المعاناة التي ستؤديها انت ثم اختم بهذا المثال اذن اقول له réfléchis bien tu habites près de ton travail tes collègues sont sympathiques Et le travail te plaît. Prends ta décision tout seul. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Les conseillers ne sont pas les payeurs. إذن نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.